هل تعلمون وتدركون بأن 90 دقيقة انتهت؟ الله أكبر الله أكبر. يا سلام عليك يا جزائر، لا تبخل على أبنائها فرحة أخرى في شهر عظيم بفضل هذه الجماهير وبفضل جيل جديد لا ينكسر، جيل يخسر، نعم يخسر في بوركينا فاسو ولكنه لا ينهزم، وجيل لا يكتفي بالفوز بل ينتصر ويتأهل إلى المونديال. لم يتأهل بعد ولكن خلوني نعبر، يتأهل ينتصر على ظلم الحكم في لقاء الذهاب، وينتصر على الضغط الرهيب الذي عاشه هذه الأيام، وينتصر على كل المشككين في قدرات أبنائنا على الوصول إلى المبتغى بعد التعثر، بعد التعثر في نهائيات كأس أمم إفريقيا في جوهانسبورغ. تذكرون في الأيام الأولى لضياع فايز قلنا لكم آنذاك صبرا يا ناس على منتخبنا، صبرا يا ناس على منتخبنا، فصبر من صبر وشكك من شكك. المنتخب الجزائري يتوجه إلى التأهل إلى المونديال. أي أي أي، تخرج الكرة للتماس، تخرج الكرة للتماس، يقول حكم المباراة لصالح المدافع الأيمن بليما. كم هو الوقت بدل الضايع؟ 4 أم 5 يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد، ارجعوا للخلف، الكرة بوكينابية. يا زماموشا، يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة يا بوقرة، أيما يا اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة، كم هي صعبة اللحظات الأخيرة. صبرا أهل الجزائر، صبرا أهل الجزائر، صبرا. الحكم يقول لا لا مش معقول، لا تغيير، كنت أفتكر بأنه قال 10، كنت أفتكر بأنه قال 10، تغيير في هذه اللحظات. يدخل فؤاد قدير، من خرج؟ هل هو سفيان فغولي؟ كنت أعتقد بأن الحكم قال 10 دقائق من الوقت بدل الضائع. أمر عجيب ورهيب. ركنية الحكم المباراة يقول لمنتخب بوركينا فاسو، ركنية حكم المباراة يقول لبوركينا فاسو أنا لا أشاهد، أنا لا أريد أن أشاهد. يخرج سفيان فغولي، يدخل قدير، لا أريد أن أشاهد هذه الركنية سادتي الكرام، لا أريد أن أشاهد هذه الركنية، لا أريد أن أشاهد هذه الركنية أرضية. والحكم ماذا قال؟ الحكم ماذا قال؟ تعاد، لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد يا سيد الحكم؟ الكرة في الركنية مرة أخرى، عندما تعاد راح ينفذها أحسن مما نفذها الآن، عندما تعاد راح ينفذها أحسن من مما نفذها الآن. أي 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 أي، شكرا أيها القائم، شكرا شكرا لك أيها القائم، شكرا. أي 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 أي، بنصي بالرأس، الكرة صعبة وخطيرة، يلا يلا يا سوداني، شكرا لك أيها القائم، شكرا لك أيها القائم. أوب الحكم قال 4 دقائق، الحكم قال 4 دقائق، يلا يا جماهير الخضر، يلا يلا يا الأربع دقائق كم ستكون طويلة، الأربع دقائق كم ستكون طويلة وشاقة. الكرة على الجهة اليمنى مباشرة مع بريجيس المحكولما، يلعبها في وسط الميدان، الكرة مرفوعة، مرفوعة يا مجيد يا بوقرة بنصي معاك، يا مجيد يا بوقرة بنصي معاك، يا مجيد يا بوقرة، يا محمد يا لمين يا زمام، شكرا. يلتقط هذه الكرة دفاع المنتخب الجزائري في اللحظات الأخيرة. ماذا حدث منذ حين؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ قلت لكم بالذنب الكرة غدارة وصعبة، غدارة الكرة وصعبة، غدارة الكرة وصعبة. الحكم صفر، لا ما صفرش، لا لم يصفر، صفر نعم. أوب 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 أوب، الله أكبر، الله الله، يا سلام عليك يا جزائر، الله الله، أما الله الله، الله الله يا جزائر. المنتخب الجزائري في المونديال، نعم للمرة الثانية على التوالي، الرابعة في التاريخ، الله أكبر على جزائر نوفمبر التي لا تخسر في شهر نوفمبر. الجزائريون لم يكتموا التاريخ اليوم لأنهم سبق لهم وأن فعلوا ذلك 3 مرات، وإنما التاريخ هو الذي سيكتب بأن الجزائر تأهلت إلى المونديال للمرة الرابعة بجدارة واستحقاق، وجيل آخر من الشبان من المحترفين ومن المحليين الذين أبانوا عن عشق. هل صفر الحكم أم لا؟ صراحة الأربع دقائق لم تنتهي، الأربع دقائق لم تنتهي، الحكم صفر نعم صفر، الحكم صفر نعم سكر، الحكم صفر نعم سكر. شكرا لك يا حالي لوزيتش، نقول لك فقط شكرا على أنك صرت جزائريا بامتياز، ومبروك على إليك التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما قدت كوت ديفوار منذ 4 سنوات وحرموك من الإشراف على منتخبها في جنوب إفريقيا. نحن لن نغدر بك يا وعيد، لن نحرمك من ذلك لأنه حقك وقد صرت واحدا منا، وننتظر وعدك بأن نشارك في البرازيل من أجل التأهل إلى الدور الثاني وليس من أجل المشاركة كما قلت. يكفي أنك من المدربين القلائل الذين أشرفوا على الجزائر ولم يحتج عليه الجمهور الجزائري
الخير مرة واحدة، رغم خياراتك التي كانت جريئة ورغم الانتقادات القاسية لبعض الفنيين الذين أحرجتهم بعملك وطالبوا برحيلك في شهر يناير بعد كأس أمم أفريقيا في جنوب أفريقيا، لكنك أظهرت بأنك جزائري أكثر من بعض الجزائريين الذين كانوا للأسف الشديد يحزنون لفوز الجزائر في كرة القدم. قلت لكم يقال بأن الذي لم يشارك في نهائيات كأس العالم فكأنما لم يشارك، ولكن اليوم أقول بأن الذي لم يشارك في البرازيل فكأنه لم يلعب كأس العالم، لم يلعب كأس العالم. الجزائريون لا يشجعون الجزائر من أجل انتصاراتها لأنهم يعشقون الجزائر قبل أن يعشقوا منتخبها. أكررها وأقول في الأخير وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي وكلماتي، لأن قواميس وحروف وكلمات الدنيا لن تكفي للتعبير عن مشاعرنا الليلة. نعم أرجو العذر لأنني مجرد عاشق من بين الملايين، من بين الملايين حاول أن يتغنى بحب هذا الوطن في لحظات تاريخية أخرى يسجلها الشبان بعرقهم وجهدهم ورغم كل الشكوك والانتقادات. برافو أيها الشبان، شكرا لكم على هذه الفرحة التي منحتمونا إياها، على هذه الهدية الغالية في شهر نوفمبر، شهر الثورة وشهر الإنجازات والبطولات. والآن فقط يمكن للجماهير أن تستريح من الغم والهم الذي عاشته طيلة شهر من الانتظار، وتفرح وتطلق العينان لأفراحها في وقت نحن بأمس الحاجة إلى فرحة تنسينا الهموم ولمواقة. أما أنا ف